فلو كان لديكم صفيحة تتوزع عليها الشحنة بانتظام وتمتد أبعادها إلى اللانهاية، يمثل هذا الخط منظرًا جانبيًا لهذه الصفيحة المشحونة بشحنة موجبة. يتولد عنها مجالًا كهربائيًا نحو الأعلى. لكن لماذا إلى الأعلى؟ لو وضعتم شحنة اختبار موجبة في مكان ما بالقرب من الصفيحة، ستدفعها الشحنة الموجبة إلى الصفيحة بعيداً عنها بخط مستقيم أي إلى الأعلى وبما أنه ثابت يجب تمثيله بخطوط متجهة بنفس الحجم مهما كان بعدها عن الصفيحة إذا علمتم أن المجال الكهربائي ورمزه E يساوي 5 نيوتن N لكل كولوم C وكان لديكم هنا شحنة نقطية موجبة مقدارها 2 كولوم، ما مقدار الشغل اللازم لتحريك هذه الشحنة مسافة 3 أمتار في هذا المجال؟ أي الشغل اللازم لدفع الشحنة نحو الأسفل مسافة 3 أمتار باتجاه الصفيحة. إلى هذه النقطة هنا، الشغل اللازم هو مقدار القوة الكهربائية التي يبذلها المجال الكهربائي على الشحنة النقطية 2 كولوم. لاحظوا أن المجال الكهربائي عبارة عن مقدار القوة المبذولة لكل واحد كولوم من الشحنة. وبالتالي فإن القوة التي يبذلها المجال الكهربائي على الشحنة وأشير إليها بحرف E أسفل رمز القوة F تساوي 5 نيوتن لكل كولوم ضرب الشحنه 2 كولوم ويساوي 10 نيوتن واتجاه القوه الى اعلى لان الشحنه موجبه والصفيحه مشحونه بشحنه موجبه فتدفع الشحنه بعيدا عنها الى اعلى ويعني هذا ان دفع الشحنه الى اسفل يحتاج الى بذل قوه مقدارها 10 نيوتن نحو الاسفل لتتسارع الشحنه قليلا يجب بذل قوه تزيد قليلا عن قوه المجال الكهربائي في الاتجاه المعاكس انظروا عندما تؤثر قوه مقدارها 10 نيوتن الى الاسفل لمسافه 3 امتار فان الشغل المبذول لتغير مكان الشحنه مقدارها 2 كولوم من هنا الى هنا يساوي 10 نيوتن ضرب 3 امتار ويساوي 30 نيوتن متر اي 30 جول يتكون المكثف من صفيحتين فلزيتين بينهما مادة عازلة. تمنع المادة العازلة الصفيحتين من التلامس. لو تلامست الصفيحتين، لن يخزن المكثف الطاقة الكهربائية، لأن الدارة الكهربائية مغلقة. كما أن وضع المادة العازلة بين الصفيحتين تزيد السعة الكهربائية للمكثف. هناك عدة أنواع من المواد العازلة التي يمكن وضعها بين الصفيحتين. لزياده السعه الكهربائيه تسمى الماده العازله بين صفيحتي المكثف عازل كهربائي